جميل. الأمر يتعلق بجائزة تميز للمرأة المغربية، حيث نطلق هذه الجائزة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وطبعا سوف تسلم هذه الجائزة يوم 8 مارس 2015. الانطلاقة اليوم تعني أن هناك اهتمام أكبر بالأعمال التي يقوم بها المهتمون والمبادرون للنهوض بقضايا النساء، سواء في مجال الإبداع والابتكار أو في مجال العمل التنموي أو في مجال التنمية الاجتماعية للنهوض بوضعية النساء. طبعا الجائزة ليست بضخمة لأن قيمتها هي 180,000 درهم، ولكن قيمتها الرمزية أكبر من قيمتها المادية. واليوم يمكن أن نقول أن هناك أعمال تستحق منا أن يعني أن تقدر وأن تعتبر، ومن خلالها وفيها اعتبار للمرأة المغربية. إذن جائزة تميز للمرأة المغربية اليوم في حفل الإعلان وتعيين لجنة التحكيم، يعني بداية جديدة من أجل المرأة المغربية. شكرا.